هل الدعاء الذي بعد الأذان يقال أيضا بعد الإقامة؟ لا بأس، لأن الإقامة أذان، فإذا قاله أيضا بعد الإقامة أو زيادة خير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خرج من الإنسان ريح هل يلزم على ذلك استنجاء أم يتوضأ فقط؟ لا يجوز الاستنجاء من الريح، بدعة، ما يجوز، يكفي الوضوء. نعم.